دلوقتي هنروح لليندا ومعها جولة في الأخبار الرياضية. تفضلي ليندا. شكرا يا شاذلي. صباح الخير عليكم مشاهدينا مرة تانية، وأهلا بكم في جولة مع أهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. مواجهات قوية في الجولة الأخيرة لتصفيات كأس العالم عن قارة إفريقيا. منتخب مصر هيواجه السنغال في مواجهة صعبة جدا، لكن إن شاء الله المنتخب المصري قادر على أنه يحقق الحلم ونوصل لكأس العالم. خلونا نحلل القرعة وفرص مصر، ومعانا على التليفون الأستاذ ماهر جنينة محلل الكرة الإفريقية. صباح الخير على حضرتك يا فندم. صباح الخير عليك ليندا وعلى كل مشاهدينك. يعني يا أستاذ ماهر، شفت القرعة إزاي؟ وهل السنغال منتخب متوسط بالنسبة لمصر وأفضل من منتخبات تانية؟ منتخب السنغال واحد من أقوى المنتخبات في القارة الأفريقية، معاه مدرب قوي جدا أليو سيسي، متواجد منذ فترة طويلة مع منتخب السنغال. أكيد يعني شفناهم في بطولة 2019 لبطولة الأمم الأفريقية اللي كانت في القاهرة. المنتخب السنغالي قدر إنه يحقق المركز الثاني، وكان قريب جدا إنه هو يحقق البطولة كمان، لكن المنتخب الجزائري قدر يحقق البطولة. منتخب قوي، منتخب متكامل، عنده لعيبة مميزة يعني في أفضل أندية أوروبا، أبرزهم ساديو ماني نجم ليفربول، كاليدو كولوبالي في نابولي، إدوارد ميندي واحد من أفضل حراس المرمى في العالم، ميجاييه في باريس سان جيرمان. أسماء كبيرة، أسماء عندها خبرات كبيرة جدا. كمان المدرب المحلي أليو سيسي ماشي مع الفريق بشكل كويس جدا، قدر يوصل معاهم كأس العالم برضه 2018 في روسيا. أعتقد المواجهة يعني صعبة، يعني مواجهة مش عايزين نقول يعني مواجهة سهلة أو السنغال فريق سهل بالنسبة لمنتخب مصر، لا الماتش هيكون ماتش مش سهل، لكن رجالة مصر قدها إن شاء الله بلاعيبة مصر، بوجود محمد صلاح اللي وجوده وحده بيبقى إضافة لأي فريق. وجود محمد صلاح بيخوف أي فرقة قدامه، وكمان اسم منتخب مصر بيخوف أي فريق في القارة الأفريقية، لكن السنغال منتخب قوي جدا جدا. وكنت أتمنى إن منتخب مصر يبعد عن المنتخب السنغالي، لأن خلاص المنتخب السنغالي منتخب متكامل، يعني مش مقياس أداؤه في بطولة الأمم الأفريقية الحالية، وكمان مش مقياس أداء منتخب مصر في البطولة الحالية في أمم أفريقيا، لكن اللقاء المصيري في كأس العالم بيتحدد عليه حاجات كتير، وبيكون فيه دوافع كتيرة جدا للعيبة تحديدا في اللقاءات اللي زي دي. والسنغال عندها عناصر كلها خبرات في أوروبا يعني، بس إن شاء الله يعني رجالتنا قدها ونقدر نوصل كأس العالم إن شاء الله. طيب هل حضرتك شايف ان مصر قادره على حسم المواجهات والصعود لكاس العالم في قطر، بمنطق ان دول ماتشين يعني ونقدر نموت نفسنا في الملعب، ونقدر كمان بعد 20 سنه من صعود السنغال على حسابنا ان احنا نصعد على حسابها؟ هو يعني المواجهات الحاسمه دي يعني معروف احنا بنبقى قدها، يعني رجاله منتخب مصر بيبقوا قد المواجهات دي، لكن لو هنتكلم على الورق وعلى الفروق الفنيه ما نضحكش على نفسنا. المنتخب السنغالي يعني فارق كبير جدا عن منتخب مصر، لكن منتخب مصر علينا ان احنا نستعد للماتشين دول بشكل كويس جدا، نعمل معسكر طويل قبل الماتشين. زي ما قلت لك وجود محمد صلاح بيكون فارق بشكل كبير جدا قدام اي خصم، يعني محمد صلاح وجوده كده في ارض الملعب بيخوف اي خصم قدامه. لكن لو هنبص برضه على الاسماء على الجانب الاخر في منتخب السنغال، هنلاقي ساديو ماني متواجد مع محمد صلاح برضه في ليفربول، وقائد منتخب السنغال إدريسا جايه، إسماعيل صار، لا أسماء كبيرة. هي المواجهة ليست المواجهة السهلة، ولعبة منتخب مصر عارفة كده، يعني أكيد لعبة منتخب مصر عارفة وفاهمة إن منتخب السنغال دي مش المواجهة السهلة، مش المواجهة اللي احنا كنا نتمناها، لكن إن شاء الله يكون لقاء الذهاب في القاهرة نعمل نتيجة إيجابية جدا، وبعد كده لقاء العودة في السنغال، خصوصا عندهم ملعب جديد يعني ملعب كبير جدا بيتم تجهيزه. الملعب ده تقريبا افتتاحه هيكون من يوم 22 ليوم 25 فبراير، هيختاروا ميعاد في التوقيت ده، وبيحاولوا بشكل كبير جدا يلعبوا الماتش عليه، وخصوصا ماتش العوده هيكون على ارضهم. فاكيد ان شاء الله نعمل نتيجه ايجابيه في القاهره، اكيد نتيجه تريحنا قبل الوصول للسنغال، وان شاء الله ماتش السنغال يعدي على خير يعني وقدها ان شاء الله. ان شاء الله بالتاكيد. طب ايه راي حضرتك في رد فعل المنتخبات بعد اجراء القرعه؟ اكيد يعني انا شايف بالنسبه يعني في ماتش زي الكونغو الديمقراطيه والمغرب برضو، يعني في المغرب الناس فرحانه. هل حضرتك شايف ان ماتش المغرب والكونغو ده المقابله الاسهل؟ لا، هيكتور كوبر مدرب الكونغو الديمقراطيه مدرب مش سهل، وانا باكد ان الماتش ده هيكون صعب جدا على المغرب، صعب جدا،
والكونغو الديمقراطيه ممكن توصل لبعيد. هكتور كوبر مدرب منتخب مصر السابق ومدرب الكونغو الديمقراطيه الحالي عمل جيل قوي وتوليفه قويه في الكونغو الديمقراطيه رغم انه تواجد معاهم فتره بسيطه جدا، لكن كان بيغيب عنه دايما في التصفيات حوالي 20 لاعب، وقدر يوصل للمرحله النهائيه في التصفيات. اعتقد هيكون الماتش صعب جدا، وجود هكتور كوبر فارق مع الكونغو الديمقراطيه، واعتقد من وجهه نظري الكونغو الديمقراطيه ممكن تعمل المواجهه يعني تعمل مواجهه كبيره وتوصل على حساب المغرب يعني وتحقق مفاجاه في الماتش ده بالذات. طب ايه راي حضرتك في المواجهه ما بين نيجيريا وغانا؟ هل شايفها كمان ممكن تكون هي الاصعب؟ نيجيريا شفناها في بطوله امم افريقيا الحاليه رغم تغيير مدربها قبل بطوله امم افريقيا بفترات بسيطه، لكن منتخب قوي، منتخب متماسك، عنده عناصر مميزه في اكبر انديه اوروبا. منتخب نيجيريا على فكره يعني عنده ثلاث لعيبه مطلوبين فيهم ويلفرد نزيدي مطلوب في ريال مدريد، موسيس سيمون هو الاخر مطلوب في ليفربول او نيوكاسل، شيكازوي هو الاخر معاه عرض كبير جدا من ريال مدريد، وهم اصلا بيلعبوا في انديه كبيره، يعني هم اصلا بيلعبوا في انديه كبيره في اوروبا وجي لهم عروض اكبر من اللي هم فيها. منتخب نيجيريا شفنا قصاد منتخب مصر عمل جيم كبير قوي 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 على منتخب مصر. منتخب غانا هو الاخر شفناه من اضعف المنتخبات الكبيره في بطوله الامم الافريقيه، اعتقد اللقاء هيكون محسوم لصالح منتخب نيجيريا يعني. طب بالنسبه للكاميرون والجزائر بتشوف المواجهه دي ازاي في ظل خروج الجزائر من الادوار التمهيديه في البطوله الافريقيه؟ خروج الجزائر من الادوار التمهيديه في بطوله الامم الافريقيه هيديها دفع كبير جدا. جمال بالماضي مدرب برده مش سهل، مدرب كبير، لكن على الجانب الاخر المنتخب الكاميروني بقى يعني منتخب منذ 2017 عندهم بطوله امم افريقيا في رصيدهم، 2019 لم يؤدوا اداء جيد، لكن حتى العام الحالي من ابرز المنتخبات في بطوله امم افريقيا. اعتقد ان هم مرشحين بقوه للفوز ببطوله امم افريقيا، وفوزهم ببطوله امم افريقيا ممكن يعني لهم الكثير امام المنتخب الجزائر، ان المنتخب الجزائري مهزوم معنويا. يعني لو على الورق وعلى الفنيات بالوضع الحالي لا الكاميرون توصل، لكن نتمنى طبعا فريقنا الجزائر فريق عربي يكون متواجد في كاس العالم ان شاء الله. طب حضرتك شايف ايه اللي محتاجه منتخب مصر الفتره اللي جايه؟ وهل كيروش يكمل ايا كانت بقى النتائج لحد تصفيات كاس العالم؟ يعني اكيد كلنا ورا منتخب مصر، سواء كيروش كمل او ما كملش، اكيد لازم كلنا نكون ورا منتخب مصر، لكن وجهه نظري ان هو ما يكملش، ان اللي احنا شفناه في بطولة أمم أفريقيا ده مش منتخب مصر، عندنا أسماء كبيرة. اسم منتخب مصر بيخوف، أي فرقة في أفريقيا بتيجي تلعب منتخب مصر، اسم منتخب مصر اسمه مرعب جدا في القارة الأفريقية. لكن للأسف الخسارة النفسية دي خسارة يعني خسارة كبيرة جدا، يعني أكبر من الخسارة الفنية. أنت النهاردة خسرت من منتخب نيجيريا. أما بتخسر من منتخب نيجيريا، ومنتخب نيجيريا واحد من المنتخبات المصنفة من خمسة الأوائل في تصفيات كأس العالم. كان ممكن لو القرعه بتاعتنا كانت جت مع نيجيريا مثلا كنا مهزومين نفسيا بشكل كبير جدا. اعتقد علينا التدارك، امامنا ماتش كبير امام المنتخب الايفواري، انتصارنا على كوتيفوار هيبقى انتصار نفسي اكبر ما هو. حضرتك شايف الماتش ده ازاي؟ ماتش مصر وكوتيفوار في البطوله الافريقيه في دور ال 16 شايفه ازاي؟ بالاداء وبالفنيات منتخب ما نضحكش على نفسنا، بالاداء والامكانيات المنتخب الايفواري منتخب قوي جدا، منتخب متماسك، عنده لعيبه في افضل انديه العالم، عنده مشكله واحده في حراسه المرمى، حتى دي مشكله اللي بدا بها البطوله، لكن خلال البطوله حارس المرمى عندهم متالق بشكل كبير جدا، عندهم اسماء كبيره، اسماء رنانه، مدرب باتريس بومل، مدرب صغير بيدرب في القاره الافريقيه منذ عام 2008 وعنده رصيد ناجح يعني في مسيرته التدريبيه. ان شاء الله ان شاء الله يعني مصر تقدر تعبر اللقاء ده، وعلى كارلوس كيروش ان يتعامل بواقعيه اكتر، يعمل يعني وياخد راي الاجهزه يعني مساعدينه على الاقل، لان هو يعني من واضح يعني من طريقه تعامل كارلوس كيروش في المباريات الاخيره بيتعامل بدماغه، يعني ما بياخدش راي حد، وبادائه ما حدش راضي عن المستوى، يعني كلنا كجماهير كصحافه اعلام ما حدش راضي عن المستوى، لكن كلنا في ظهره، احنا انت بتدرب منتخب مصر، لا لازم احنا نبقى في ظهرك. ان شاء الله يعني الماتش ده هيفرق معانا بشكل كبير جدا الحته النفسيه، النهارده خروجنا امام كوتيفوار ده هياثر علينا بشكل كبير جدا في المرحله الاخيره من تصفيات كاس العالم. يجب ان نبقى عارفين ان فوزنا على كوتيفوار ده دافع نفسي ومعنوي عشان ندخل ونخوف السنغال بعد كده في الماتش المصيري اللي هو الماتش الاهم
في التصفيات المؤهله لكاس العالم. مظبوط، شكرا لحضرتك يا استاذ ماهر. يعني مشاهدينا كان معانا الاستاذ ماهر جنينه محلل الكوره الافريقيه. وبكده مشاهدينا بتخلص اخبارنا الرياضيه. دلوقتي هنرجع لشاذلي وهدير عشان يكملوا بقيه فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا ليندا.